أصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني يخرج للصلاة وجاز للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن. هول عدقة شامل جيوج خينات وشي لامت شيطاع يتردو عمبو لامت ميش قيحت يوج يمشي إلى المسجد أو يركب غش وغ ميك حوني بو يا يمشي نعا اشتاق وغ ميك حوني بو والمشي أفضل أما غش ورغول دعون بو يمشي في سكينة لا يأتي إلى المسجد وهو يجري يخسيغ تلحوني بو ويد تويد حوني بو من ليش سيغ تلوش من لا يأتي إلى المسجد وهو مشمر أو يرفع الثوب مثلا يغط على بدر يا خارت يلا نيسي وش إيش تتسوى حوني بو ولا يمشي ويتكلم بصوت مرتفع إيش ت غوغ ياش شيء أز أي ياش موح يخشى تسوغوني ماجي إذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول شامات شو يعولش خناها إهتو أغور إهتو كاك حلغة باقش شو يعولي واليسرى عند الخروج يوغا شامات شور أروش خناها أرو كاكي تاني أرو الأصل أن الرجال يتقدموا إلى الصف الأول لا يتأخر ولا يتأخر إلا النساء أحقا بيرشناغا حلغة مغنشك حلغ بول بيصحون باخون يعني زودريش باي زودريشة إيعار مغنش بول جاع داغويت إذا وجد الصلاة قد أقيمت يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام شامل شو عاجخنا وجا إمام لامز دياش تنكريشة تار تاني تكبير دوي دعت لامز دعت يوقتو تار تاني وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس أو سنة السنة القبلية للصلاة. أق شاتشيع واجقا ما تنز دين سخلاها ماش جن شركة سنة لامز دتو يا لامز حلقة دول لامز حلقة دول رك سنة لامز دتو. يحرم أن يبيع ويشتري في المسجد. ماش شو هاي وقت يصير لي لمكشتات. أو يتكلم عن السياسة يتكلم عن الدنيا. يا دنيا هما ديتي شولشتات يا بوليتيكا ابسوشتات يا شولشتات المساجد لم تبنى للبحث عن المفقودات او الحديث عن الدنيا او البيع والشراء هنا جاء ايماج تندين مدات بوغر دنيا ديتي يا بوليتيكي تي اتندين دات بوغر